ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا لتواجدي معكم. فيديو اليوم سيكون مزيدا من مشاركة التجارب والفضفضة ومشاركة لفكرة جميلة قمت بها، ألا وهي أن يسافر الإنسان إلى بلد جديد كي يتعلم لغته ويدرس بها. كيف كانت هذه الرحلة؟ كيف كان إحساسي بينما أجد نفسي وسط الأتراك؟ كيف هو جو أن تتعلم لغة من الصفر وسط المتحدثين بها؟ مبهرة جدا، لم يخطر على بالي يوما أني سأقوم بها، أو على الأقل ربما فكرت أني سأقوم بها مع اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، غير أنه وللمصادفة أو لنقل أنه القدر أنها حدثت لي مع اللغة التركية ولم تكن لي علاقة بها إطلاقا. ذهبت إلى تركيا ووجدت نفسي محاطة بتلك اللغة تماما. كان لدي طريقتان فقط لتعلم اللغة، الطريقة الأولى هي الصفوف الجامعية الدراسية، والطريقة الثانية هي التكلم مع الناس. في الحقيقة رغم أني كنت أمضي أكثر من 6 ساعات يوميا في الصف في الجامعة أتعلم التركية، أكثر ما أفادني هو الناس المحيطون بي. كنت أعيش في غرفة مع 5 فتيات تركيات، ولك أن تتخيل أن تعيش مع 5 فتيات لغتهن غريبة عليك. عندما دخلت في اليوم الأول أحسست أني كائن فضائي، كان كل ما أقوله هو Do you speak English؟ هل تتكلمون العربية؟ Vous parlez le français؟ لكن طبعا لم يكن هنالك رد، وكانت نظرات الاستغراب تزداد لي ككائن فضائي. لا أدري كيف تواصلنا في البداية، يعني تواصلنا فعليا بالحركات، بنظرات العيون، بلغة الإشارات. إذا أردت كأسا فعليا أجد كأسا ما، وأجد صورة من الإنترنت لأقول هذا. إذا أردت قلما، فكان الموضوع غريبا في البداية، لكن بالعيش مع 5 أشخاص يتكلمون لغة غريبة، مع الوقت بدأ ذلك يؤثر علي بطريقة غريبة. والحقيقة أن مهارات المحادثة بالنسبة لي، أنا تعلمت القواعد في الجامعة صحيح، الكتابة في الجامعة صحيح تماما، كثير من الكلمات تعلمتها أيضا في الجامعة، لكن المحادثة لم تتطور إلا وأنا في ذلك الوسط مع أولئك الفتيات اللواتي لا يكلمنني إلا بالتركية، فأنا مجبرة على أن أستمع إليهن وأفهمهن ثم أرد عليهن. يبدأ الشهر الأول صعبا قليلا، وتضطر للترجمة، الشهر الثاني ثم الثالث الرابع ينتهي الأمر، وتجد نفسك بدأت ترد عليهم وبدأت تقول كلاما أنت لا تدري ما قاعدته ولا كيف أتى، لكنك تعلم أنه صحيح ويوصلك للطرف الآخر. فإذا أتيح لك يوما أن تسافر وتضع نفسك في ذلك الموقف، أن تقف ذات يوم تنظر، وكنت أفعلها كثيرا، أقف في وسط أنقرة أنظر إلى الناس، هيا اللهم الجميع يتكلم لغة أنا لا أفهم منها حرفا إطلاقا، لكنه كان ممتعا جدا، جميلا جدا، كان عزيزا على قلبي وأحببته. ولو أتيح لي أن أعيد ذلك مع لغة أخرى لربما أعدته. أتمنى أن يحدث مع الإنجليزية، ولو أنه لن يكون كاملا، لن يكون بكمال أن تذهب وأنت صفر في اللغة ثم تبدأ بالتعلم كطفل صغير. أيضا أحسستني استعدت طفولتي، وتصبح بصراحة بسذاجة الطفل الصغير، لأنك ستقول أشياء خاطئة وسوف تقوم بأخطاء هي يضحك عليها الآخرون وتضحك عليها أنت أيضا. أذكر أني في مرة من المرات في أولى يعني أسابيعي كنا مجموعة من الزملاء مع أستاذنا نتناول طعام الفطور كهفاط يابيدوك، وأثناء ذلك تكلم زميل عربي وأجبرني الأستاذ أن أترجم ما قلته للتركية، أي أنه كان ممنوعا الحديث بلغة أخرى غير أني تكلمت مع زميل العربي باللغة العربية، فقال ترجمي ما كنت تقولينه إلى اللغة التركية. وأنا أردت أن أقول له كالتالي، الزميل صحفي وأنا أدرس صحافة، فأنا كنت أسأله عن عمله، غير أني بدل أن أقول كلمة عمل قلت كلمة زوجة، لأنهما كلمتان متشابهتان قليلا في التركية، يعني الآن ليست متشابهتان، لذلك الوقت كانت تبدوان متشابهتان بالنسبة لي وفقط تغيير حرف. فقلت كنت أسأله عن زوجته، و كل الطاولة استدارت لي والجميع يتساءل نحن لا نعرف لماذا لم تقول ذلك، والكل كان يلوم الفتاة لماذا لم تخبرنا أنك متزوج، كيف حال زوجتك، أين هي زوجتك، كيف تركت زوجتك، وانهارت عليه الأسئلة. فهمت في بعد دقائق لنقول فهمت الموضوع، وبدأت الضحك ولم أستطع أن
صحح لهم المعلومة وتعال وترجم المعلومة، خصوصا أن أستاذنا لا يتكلم الإنجليزية ولا يتكلم لغاتنا، يعني نهى يجب أن تصحح له اللغة الخطأ باللغة التركية. طبعا شرحت للزملاء وفهموا بعد ذلك، وكان موقفا في قمة الإحراج مذهلا لا ينسى أبدا. غير أنك مع الوقت تبدأ في تلقي أشياء جميلة، أيضا كأن تخطئ في أسماء المأكولات. أذكر أني في البداية على المأكولات التركية فكنت أطلب الشيء وتسألني زميلتي ما الذي طلبتيه، والله لا أعرف، يعني كان بالنسبة لي أكبر أو أفضل شيء في العالم هو أن يحضر لي أحدهم المنيو أو قائمة الطعام مرسوم عليها الأشياء، هذا أو أن تكون الكلمات تشبه اللغة أو مأخوذة من الإنجليزية والفرنسية. على ذلك كنت حتى الطعام أطلبه وأنا لا أدري ما هو. غير أنك في خضم هذا الاستكشاف تحس بروح شابة جدا، تحس أنك عدت إلى طفولتك، تحس بالسذاجة بالقدرة على القيام بالأخطاء. كنت أقوم بكل أخطاء العالم، وفي النهاية الزرد الذي أعتذر أنا أجنبية لم أستطع فهم ذلك، وكان يمر الأمر عاديا جدا. تحس أن في العالم تسامحا كبيرا معك لأنك شخص يتعلم اللغة وتتعلمها في النهاية. طبعا شاركتكم التجربة بشيء من العفوية، أردت أن تصلكم كما هي بحماستي التي عشتها فيها، وأتمنى أن تكون تجاربي مع تعلم اللغات مفيدة لكم أيضا إن شاء الله في تعلمكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.